Social media is a two-edged sword. You pick. You pick how you want to consume content, who the fuck you want to follow, what the fuck you want to produce. But at the same time, you always, I always fall into the trap of, I want to produce. If I'm not feeling good, I don't want to post stories. فاهم قصدي؟ مع ان if you post a story saying and you feel like shit, but this is how you got yourself out of it, انت هتفيد 100 مليون واحد اكتر ما لو انت نزلت صوره وانت posing زي الفل ولسه انت اصلا من because that's not true. احنا عارفين كده. الجنريشنز اللي اصغر مننا اللي هي مش جنريشن يعني الجنريشن اللي اصغر مننا فاهم عشان احنا مش كبار قوي كده ما يعرفوش. فالولاد والبنات الصغيرين اللي شايفين ان انستجرام ده هو الدنيا وان شايفين ان انستجرام ده سبيشالي انستجرام عشان تويتر از ذا لاند اوف ذا ابريست. فوكك من تويتر سبيشالي انستجرام. ما عنديش تويتر احمد ربنا. تويتر از توكسيك از فوك صدقني. I've been there done that. وحش قوي. انستجرام بالذات الناس فاكرين ان دي الحياه. الانفلونسرز اللي هم بيشوفوا فاكرين دي حياتهم. they're getting a lot of free shit. يا بختهم فاهم قصدي؟ حياتهم حلوه فيها شغل لابس ومعرفش ايه كل 5 دقايق في مكان كل يوم في حته فاهم. مره في روما ومره في ميكونوس ومره في سانتوريني بيهيص فاهم وبعد كده بكره في الجونه وبعد بكره في دهب. جدعان الكلام ده مش حقيقي. افكك من الكلام ده مش حقيقي فاهم قصدي؟ بس يعني ده بقى what's beautiful and what's very dangerous about social media and it goes both ways. It goes both ways. You need to understand and the shit you see on your screen is not true. Most of it is not true. غير لو واحد طالع بيقول لك I fucked up. أنا غلطت في ما بتحصلش. صعب فشخ. عشان ما حدش عايز يحط نفسه في موقف وحش. ما حدش عايز يحط نفسه في موقف الناس يقولوا عليه ده فاشل. كلنا خايفين. كله خايف يا معلم. مش هطلع بعد جلاسجو انا مثلا واكتب انا I failed I'm not qualified. حتى if you do post about it تكتب ايه until the next one. حاجه كده. ايوه بالظبط. احسن حاجه عملتها في البطوله ايه هو كده بالظبط. هي ايوه فاهم قصدي. والله I did my best. ما اعرفش ايه بالظبط يعني. وثانك يو مش عارف مين السبورت. ثانك يو يا معلم. فاهم. اللي انت عملته صح ده ما هوش اللي انت عملته غلط. بس ده انا جن what I love بقى is to see people that go like ايه انا فشلت في البطولة and here's why تك 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 and here's what I'm planning to do تك 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 تك. بس ليه في حد تاني في ثانوية عامة داخل امتحان ما يعرفش اي حاجة هيقرأ البوست يقول ايه اوف انا خيشت الامتحان اللي فات انا هذاكر فشخ انا ههين نفسي مذاكرة عشان هذا يحصل. فاهم قصدي؟ عشان كده انا مقتنع ان السوشيال ميديا اللي انت قلت صح السوشيال ميديا از نوت ترو. بس ده انا جان وي از ذا كونتنت كرييترز كان يوز ات ذا سيم واي. اند اتس واي اي ميد ذس بودكاست از بيكوز اي ونت تو شير ذات وذ بيبل ان ايفن ذا موست انفلوينشال سكسسفل انسبايرنج بيبل ان ذا وورلد ات ليست في الكوميونتي بتاعنا ات ليست في مصر ديفينتلي في مصر ستيل هاف باد دايز ولسه they're not as perfect as they seem on Instagram أو مش دايما بيضحكوا زي ما بتشوفهم على Instagram because that's not reality. عايز تعمل إمباكت تعمله صح يعني فاهم. مش إمباكت أنا شاطر وأنا كويس وأنا تحفة وأنا كده. الفيلرز دي بجد يعني. حتى مرة أختي بتسألني هو أنت بتنزل البوست اللي أنت بتعملها بتاعت الفيلرز لندن عندي ليها بوست على الانستجرام دي مش جايبه 150 لايك وانت بتاخد مش عارف ايه يا ماما. لا اركني بس انت كده. لا يعني فعلا ببقى عايز اللي هو دي حاجه غيرتني وانا شايف ان 5 بيشوفوني فعلا ومتابعيني وعايزين يعرفوا الفيلرز وبيجوا لو ال5 دول محتاجين يسمعوا القصه دي اتفضلوا اوكي خدوا عشان خلي بالك بجد بقى اللي انا ادركته no one gets motivated by success. شيرين شاطة حلقتها تنزل النهاردة اللي هو يوم الثلاث I guess. شيرين كانت بتتكلم ان it's always bad to compare. فأنا قلت لها بس don't you think ان comparing sometimes can be good. قالت لا. ليه؟ عشان مش أي حد عنده المنتاليتي بتاعت you compare positively. فوين you compare it's always negative. Therefore لما حد يبص على نجاحاتك هيقارن نجاحاتك بنجاحاته. ويوجري حد زيك probably أنجح مني ب100 مرة. فلما أنا أشوف كده I feel like shit about myself. بس لو أنت طلعت وقلت أنا نجحت بس أنا فشلت في حاجة معينة we can relate. عشان مش الشخص الطبيعي بيبقى champion.